طيب بما انه ما حيجيني النوم، ف ايش رايكم لو نرسم رسمه، ومو رسمه هي يعني زي التطبيق البسيط، واللي حاب يطبق معنا ويسوي ورينا ايش عمل ونشوف. قلت انا ايش نبدا، خلينا نسوي الفم، يعني تكون في خطوات بسيطه ان شاء الله تكون سهل عليكم. طيب بس خلاص كده اعتقد تقريبا خلصنا، مو خلصنا بس باقي نوصل ونظلل، ما محتاج لا فلسفة. نسوي هذا الخط من تحت ومن هنا يبدأ الظل، خليها كده دائرية راوندد، طبعا من هنا كده. هي منفوخة دحين عشان الدوائر اللي احنا عملناها كذا زي ما تقول شوية قائمة كذا، اما لو تبغاها مثلا مستقيمة او عادية هتكون الدوائر كذا مسدوحة، مو مسدوحة ما ادري ايش يعني، طايحة على تحت شوية ما اعرف اوصفها، بس ترسم الشفايف على كذا.
بس هذا شيء مبسط. وروني انتوا ايش محاولاتكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا.